نور، محطتنا التالية رح نتعرف فيها على مبادرة من المبادرات اللي تعودنا عليها من شبابنا بكل المحافظات السورية، وهالمرة من النبك، وعنوان المبادرة لأجل النبك. شباب من أهالي النبك اجتمعوا ليقدموا الخير بكل المناسبات وبشهر رمضان المبارك، ووقت الأزمات كمان منلاقيهم كانوا موجودين، ورح نتعرف أكثر على أنشطتهم بشهر الخير وأهم الفعاليات والنشاطات يلي بتقوم فيها المبادرة. مع ضيوفنا اليوم محمد قصبة، متطوع في مبادرة لأجل النبك، وخالد مراد، متطوع في مبادرة لأجل النبك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. رمضان كريم ويسعد صباحكم. خلينا نحكي عن مبادرة لأجل النبك، عم تقوموا بنشاطات عديدة من خلال هي المبادرة خلال شهر رمضان الكريم والفضيل، شو هي أعمالكم؟ طبعا مبادرة لأجل النبك المشروع اسمه مشروع نعمة 2. المشروع بلش السنة الماضية، انطرحت فكرة إفطار صائم. طبعا مشروع نعمة من مبدأ حفظ النعمة، العالم انه بدل ما تطبخ لشخصين او ثلاثة لعائلتها بتزود شخصين او اثنين، شخص او اثنين. ف مسؤولية المبادرة كانت انه بتجي بتاخذ الوجبات الزايدة وتوزع على المستحقين والفقراء. بعدين العالم صارت تطلب منا انه نحن نطبخ ونوزع للعالم، فهون كبر المشروع، كثروا المتطوعين، كثروا المتبرعين. هون كانت الانطلاقة. ورمضان الماضي تقريبا وصلنا اكثر من 23,000 وجبة، 2700 منها متقدمة من المبادرة. السنة إن شاء الله بنطبخ نقدم 50,000 وجبة. أكيد أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. قلت هون انطلقت المبادرة من لما بلشتوا تطبخوا، خلينا نحكي عن انطلاقتكم، كيف كانت وقديش عددكم، كم شخص أنتوا، وكيف عم تتواصلوا مع العالم سواء يلي بدهم يساعدوكم ولا الأشخاص يلي حتتبرعوا لهم بالأكل؟ طبعا السيد علي مالك انطلق في المبادرة كفكرة ولاقى إقبال كبير من شباب المنطقة، انه كله يعني حب العالم حبت الفكره وانطلقوا فيها. و يعني انطلقت الفكره وقتها بالسنه الماضيه. كم شخص كنتوا وقت انطلقت الفكره وكيف طلعت الفكره؟ تقريبا بالعشرينات اول شيء. مع مين طلعت الفكره؟ هو اسمع سير علي مالك. تمام. بالعشرينات كنا اول شيء، بعدين هالرمضان الحمد لله بفضل الله وصلنا ل 60 متطوع. واهل الخير هن اللي دعمونا طبعا. طبعا التواصل بيتم عن طريق في رقم للتواصل للمبادره وعلى بريد الصفحه تبعت المبادره، مبادره لاجل النبك. طبعا وفي ناس متعففين كان مسؤوليه العالم بنفس الحي انه يوصلونا لهالناس، تمام؟ انه هن بجوز يلاقوا حرج بالتواصل، فكانت مسؤوليه اهالي الحي يعني انه يوصلونا لهم. تمام. طيب يمكن عم نشوف كثير مبادرات مجتمعية أهلية خلال شهر رمضان المبارك، الشباب السوري عم يكون متواجد بكل المناطق وبكل المحافظات، أنتم كشباب سوري اليوم قديش يمكن هي الأعمال وهي المبادرات على الصعيد الشخصي والاجتماعي بتأثر عليكم إيجابيا؟ يعني نحن عم نحكي عن يمكن أوضاع اقتصادية صعبة، عم نحكي عن حتى الوضع المناخي اليوم، يعني بالصيف كمان الصيام قاسي خلال ساعات الصيام، فهي قديش بتعطيكم يمكن دفع للإنجاز، قديش ممكن هيدا الشيء يكون وقود لأنكم تكملوا؟ هلا هو من خلال الظروف الصعبة يعني من رحم المعاناة بولادة الأمل، تمام؟ من هاي الصعوبات اللي عم نواجهها حسينا انه من واجبنا احنا انه ننطلق لحتى يعني من واجبنا احنا البلد عم يستنانا مثل ما بيقولوا، فمن هون انطلقنا يعني انه في صعوبات وحصار اقتصادي جائر والحرب الطاحنه. الظروف الصعبه اللي قدرنا نتحداها كلياتنا نحن كشباب سوريا، خلينا نحكي انتم اليوم بشهر رمضان المبارك شو بتقوموا بتعملوا؟ كم شخص انتم بتكونوا؟ كيف بيخطر ببالكم كل يوم الطبخه بتكون شيء ولا اكثر من صنف؟ كيف اليه العمل عنكم كفريق شو هي؟ طبعا ببلش العمل من الساعه 6 السادسه صباحا. عشان نلحق في كميات كبيره، لانه فالفريق اكثر من قسم، بيكون قسم مثلا بيجي من 6 الصبح ل 12، قسم من 12 لل 5، من 5 لل 7 مثلا. طبعا اول شيء مرحله الطبخ صباحا، بعد الظهر بتتم عمليه التعبئه والتغليف. شباب عم تطبخوا ولا في سيدات؟ لا شباب، اغلبيه شباب. مع السيد علي مالك. السيد علي مالك كثير ما شاء الله هو الشيف الكبير يعني، هو الشيف الفصل المسؤول عن المبادره. تمام. يعطيكم الف عافيه. وبعد التغليف وبنسكر الوجبات بتم توزيعها على السيارات، طبعا كل سياره بتكون مستلمه حي
مع قوائم في ارقام العائلات وافرادها وعناوينها بالضبط، وكل سياره فيها شاب وصبيه، شابين وصبيه، بوزعوا الوجبات لباب بيت المتعففين طبعا. وبعد الافطار كمان في مرحله ثانيه التجهيز للطبخ لثاني يوم. يمكن جهود وكواليس كثير من الناس ما بتعرفها، بنحاول نعرف تفاصيل اكثر معكم. خلال كمان جائحه كورونا شو النشاطات والفعاليات اللي قمتوا فيها؟ لانه كمان ظروف يعني فينا نقول صعبة، وكمان عندك كان في مشاكل بقصة التواصل من أجل التباعد الاجتماعي. طبعا المبادرة أول ما بلشت السنة الماضية، أكثر من سنة صار لها، بدأت بتنظيف الشوارع، إزالة الأنقاض المتراكمة، بعدين بلشنا في خزانات الماء الرئيسية، بلشنا بترميم المقابر، ترميم المدارس، بعدين اجت فاتت جائحه كورونا على البلد. فهون دغري على وجه السرعه شكلنا فريق مدرب لعمليه توزيع اسطوانات الاكسجين للمرضى لمنازلهم يعني. بعدين صار موضوع دفن موتى كورونا كمان تولينا احنا، اخذنا كافه الاحتياطات، اخذنا دوره لحد دوره بموضوع الدفن يعني، خصوصا كونه في اجراءات لازم نتعلمها، فتعلمنا من مشفى القلمون شلون الدفن والطريقه وحاولنا قدر الامكان يعني انه ناخذ احتياطاتنا، لانه يعني شوي صعبه شوي. وبعدين لحد تاريخ اللحظه طبعا لساتنا انه مستلمين موضوع الاكسجين، بنحاول انه قدر الامكان يعني. اكيد انتم الشباب السوري اللي نحن بنشوف حالنا فيكم، نفتخر فيكم بكل الظروف الصعبه دائما موجودين. اكيد شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا، واكيد بنشوفكم بمبادرات قادمه. شكرا لكم. شكرا. بس بدنا نوجه شكر اكيد تفضل السيد علي مالك مدير المبادره، والشكر الكبير يعني. الشكر الكبير اكيد، والسيد ماهر ابو ليله هو الداعم الاساسي للمبادره، والمتطوعين من اصغر متطوع لاكبر متطوع، معنا اطفال صغار لكل يعني. المبادرين في تمام. مبادره تمام. لاجل النبك، لكل شباب النبك، وبنقول لكم الحمد لله على السلامه، كمان طريق سفر والدنيا صيام. الله يسلمك، يعطيكم الف عافيه، مشكورين على وجودكم معنا، بتمنى لكم التوفيق بجميع فعالياتكم القادمه. دائما بنفتخر بكل شاب سوري عم يحاول ضمن هي الامكانيات والظروف الصعبه عم يقدم شيء للمجتمع. شكرا كثير لكم. شكرا، يعطيكم العافيه.